وصلنا معكم لمحطتنا الأخيرة في هذه النشرة، وفيها درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. رغدة بوليلا معها التفاصيل. شكرا لكم. والآن مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة، في 35-24 الطقس حار، الإسكندرية 31-23 الطقس أيضا حار، مطروح 30-23، بورسعيد 33-24، الإسماعيلية 36-24. ننتقل إلى السويس، 36-23 الطقس حار، العريش 33-23، طابة 34-22، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 38-28. بالنسبة للأقصر، 40-27 الطقس شديد الحرارة، أسوان 40-28، الوادي الجديد 39-23، شلاتين 38-26، أخيرا حلايب 35-29. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.